الأسماء اللي أقيلت هذا الموسم. كرة داخل منطقة الجزاء، 1-0. العروبة يسجل أولا عن طريق سعيد عبيد الذي، والعروبة سجل هدف أول في الربع ساعة الأول. شوف هذه الكرة خلف الدفاع، شوف الخطأ من الدفاع، من المدافع محمد جلال، من المدافع علاء الدين زهير، وانطلق خلف المدافعين وأرسل كرة قوية، سجل من خلالها هدف أول لمصلحة العروبة. قوية جدا هذا، عودة كل لاعبي فريق العروبة عالية للأمام، رأسية والتعادل. خريبين 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 سجل التعادل، نعم، وأعاد العنابي للمباراة، يعود للمباراة كرة إسماعيل، ارتقاء خريبين والكرة في المرمى، يسجل أفضل لاعب آسيوي في 2019 هدف العودة، أو في 2017 هدف العودة للعنابي في مرمى العروبة من هذه الكرة الركنية اللي أرسلها إسماعيل. ركنية لمصلحة الوحدة عالية للأمام، تاريخي تاريخي، السمعة يسجل هدف ثاني من ركنية. إسماعيل مطر يسجل، إسماعيل واحد من أجمل أهداف هذا الموسم، كرة يخدع فيها الجميع ويضعها في المرمى. سمعة يسجل ثاني أهداف في هذا الموسم، سجل هدف من ركنية، يحتفل مع مدرج العنابي والقطار يتحرك نحو لقب بطولة الدوري في هذا الموسم، هو ما يبحث عنه العنابي هذا الموسم للوصول إلى درع الدوري الخامس. شوف هذه الكرة، الكرة من ركنية، تاريخي السمعة، يسجل القائد الذهبي والتاريخي للعنابي، بالتأكيد هدف تاريخي يذكرنا بآخر لقب واحتفالية آخر لقب في 2010، يذكرنا ببشير سعيد ويذكرنا بفهد مسعود وحيدر ألو علي. الكاميروني مرت قدم بشكل ممتاز، هذه كرة دخل خطيرة والتعادل. علي مدن، علي مدن يسجل التعادل. خميس، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، كاك، شوف كاك ماذا فعل بمحمود خميس. لا 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 لا، ليس بهذه الصورة. لعب أكيد عنده خبرة، لعب منتخب، أن تترك كاك يمر بهذه الصورة، تفقد توازنك بهذه اللقطة، أعتقد هذا أمر غريب. عمر خريبين بيرسل الكرة عالية للأمام، خطيرة، جول جول، فعلها أخيرا جواو بدر، يسجل هدف ثالث، يسجل هدف ثالث. كرة خريبين وراسية جواو بيدرو في مرمى العروبة، وهدف ثالث لمصلحة الوحدة بعشر لاعبين، يعود للتقدم من جديد. شوف كرة خريبين ولمسة خريبين أيضا، انظر إلى لمسة وتقليص الفارق مع المتصدر العين إلى ثلاث نقاط. أدريان سيلفا، سيلفا سيلفا في المرمى، وهدف رابع من ركلة جزاء يسجل.